السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كريم مودة تشيلسي. الحلقة دي مهمة أوي يا جماعة، لأن قدام أول الدوري مانشستر سيتي. طبعا زي ما أنتم شايفين في الجدول الفرق بيننا وبينهم 5 نقط، وبين يونايتد مفيش فرق نقط خالص بيننا وبينهم. أكيد هما مستنيين نتيجة الماتش ده، بغض النظر بقى يعني هما طبعا هيحاولوا يكسبوا ولا لأ. في الحلقة دي هناخد الماتشين مانشستر سيتي وهناخد توتنهام إن شاء الله كمان. هو سيتي في ملعب، سيتي بره ملعبنا وتوتنهام في ملعبنا. هحاول ادخل ماتش ليستر في الحلقه دي، هحاول يعني. ونوتنجهام هلعبه اوف لاين، بنزل نتيجته يا جماعه، وبنزل الاخبار بتاعه القناه كلها على الانستجرام وعلى الفيسبوك، ابقوا تابعونا عليهم. والحلقه الجايه هيبقى استون فيلا، واول صفقاتنا ان شاء الله في الترانسفير ماركت. هنشوف بقى هنجيب مين بعد زياش ما مشي، وهنحاول نتعاقد مع باكي مين، ربنا يسهل ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وشير الفيديو مع اصحابك. يلا بينا على الماتش. طيب يا جماعه، اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت ماتش مانشستر يبقى ما يعرفش زكريا عمل ايه في الماتش اللي فات ده. زكريا كان مادي اداء رهيب يعني، فانا هبدا بيه اساسي النهارده مكافاه الماتش اللي عمله اللي فات، وان شاء الله ما يخيبش ظني يعني. اطلع زكريا، حلوه والله. لو فضل بالمستوى ثابت في المكان ده وكده ممكن افكر اتعاقد معاه في مركز الرايت باك يعني. غطي يا ديابو، ارجع يا زكريا معايا. يا زكريا ما يعديش منك كده يا زكريا. يا جدعان حرام عليكم يا جدعان. واضح ان احنا هنتبهدل الماتش ده. يلا، حلوه يا ستيرلينج قوي يا يا زكريا. يلا يا كانتي، زيد كده هافرز معايا، حلوه قوي. يوم ما تعمل حاجه حلوه ما تكمتش للاخر. دي عدتك ولا تشتريها يا راجل؟ كانت بتقطع منك دي، حلوه. يلا مبروخه بقى، يعني احنا متماسكين بس الجول اللي دخل فينا ده غفلنا بصراحه يعني. حلوه قوي الكره دي، حلوه هافرتس قوي. هو انت ما سافرتش من بدري ليه يعني؟ وهي مش اوفسايد على فكره، الكره دي مش اوفسايد. ما يعديش منك كده يا زكريا، ما يطلعش منك كده. حلوه يا شلول قوي. ايه ده؟ يا مندي تحس يا مندي كان واقف نايم في الكرة دي. احنا هنلعب لحد الدقيقة 60 صح؟ طبعا هتصفر دلوقتي. الواحد قرف بصراحة من الحكام في انجلترا، كام زي الزفت بجد. مدي دقيقتين وقت بدل ضايع، اداهم 5 دقايق يعني. يا زكريا انت بتخش من دفاع ليه يا زكريا كده؟ انا مقدر ان ده مش مكانك، بس يعني مش للدرجه دي يعني. حلو يا زكريا، يلا يلا هافرت. مين بقى جاي هنا بقى؟ يلا يا مونت، حلو يا مونت قوي.
جامدين والله. عايز اقول لكم احنا يعني الشوط كله بمعنى الكلمه الاولاني هم جابوا جون بس، غير كده ما عندوش حاجه تانية. احنا ماسكين كوره احسن منهم. اضغط تمام، يلا هافرت مين هيطلع لي بقى؟ حلوه ماشي بدماغك يا زكريا. الكرة دي حلوة كوليبالي والله، يا كوليبالي حرام عليك، حلوة يا مندي والله. يا راجل يا راجل حرام عليك، تاني ميس باص يا كوليبالي. جون دي يا ساتر على الكرة دي، ده هالاند ما بيجليش الحاجات دي. تحت مع جريليش، فوق مع محرز، يا جماعه كانت ما ينفعش مع الراجل ده يا جماعه. كره زي الزفت بصراحه يعني. حاجة تحلى الدم. طيب انا هعمل شوية تغييرات كده هغربل الفرقة كلها يعني. يا راجل في اماونت، حلوة تشيلو قوي. يلا زكريا، حلوة زكريا قوي، حلوة قوي، حلوة زكريا قوي. حط بدماغك الله يا زكريا، يا نهار ابيض على الكوره دي. انا طبعا هخرج زكريا مش عشان هو وحش، عشان بس الراجل تعب قوي يعني، الاستامنه بتاعته خلاص ضايعه يعني. حته الكوره اللي فاتت دي حلوه موت، احسن واحد في الفرقه النهارده. يا نهار ابيض على الكرة دي، حلوة كوليبالي. مين طالع بقى؟ حلو قوي، يلا بروسيتش، يلا بروسيتش. يا نهار ابيض على الكرة دي، لسه فيها برضه، لسه فيها. مفيش حاجة خالص. كوكوريا غطي، خدك في ظهره. حلوة يا كوليبالي والله. يلا يا كانتي، وحشة قوي، توقعها يا ماونت تاني. ارجع يا كانتي معانا. حلوة كوكوريا، هي على شمالك دي كتكديلة في خيبتك. خلاص هصفر الحكم. خلاص هارد لك يا رجالة، يعني عملنا كل نقدر عليه، مفيش احسن من كده عندنا. خلاص يعني خلاص هيصفر، هنا هيصفر طبعا، لكن في الشوط الاول يدي 3 4 دقايق مفيش مشكله فيها. طبعا انت ما كنتش تحلم تكسب الماتش ده. طيب يا جماعه احنا بعد الخساره قدام سيتي، يعني مانشستر يونايتد كسب توتنهام، ودي حاجه مش في صالحنا لا في الماتش اللي فات ولا في الماتش اللي جاي. طبعا توتنهام خسر الماتش اللي فات ده، عايز ينزل الماتش الجاي لازم يكسبه عشان يقرب تاني من التوب فور. واحنا خسرنا قدام مانشستر سيتي، الفرق بيننا وبينهم بقى 8 نقط دلوقتي، يعني هو رقميا طبعا لسه بدري على الدوري، بس
نفسيا النفسيه في الارض يعني بصراحه، مش هيعوضها غير ان احنا نكسب ماتش توتنهام ونقرب شويه ان شاء الله، لان الفرق بقى هيبدا يوسع بيننا. دي على فكره تاني خساره لينا من بعد ماتش ليدز، يعني خسرنا بليدز 3-0، من بعدها الفرقه وقفت على رجلها الحمد لله. يلا نشوف بس الماتش اللي جاي قدام توتنهام ان شاء الله في ملعبنا، نحاول ناخد ال3 نقط. يلا بينا على الماتش. طيب انا تياجو سيلفا مش هيلعب الماتش ده، مرهق جدا، وبعدين بدأ الباور بتاعه ينزل، الغروب بتاعه واضح ان احنا لسه هنشوف موضوع تجديد العقد ده هنوصل فيه لحد فين، بس انا لسه بفكر يعني. لو حد بيشكك لسه في بروخا يا جماعه، فبروخا يعني هداف تشيلسي في الدوري، حركه سبليكوتا حلوه قوي. يلا ستيرلينج بقى خلص. ايه يا كانتي بتاعتك يا فوفانا، ما تسيبوش. ايوه كده صح، الحقها يا راجل، بتلحق يعني، انت هتجنننا يا عم انت. حلوه فوفانا والله يا راجل، حرام عليك. الحمد لله الحمد لله قصير، بس ما يطلعش منك كده فوفانا. خش يا بروخه، يلا خلص يا بروخه بقى. موتوا نفسكم النهارده على الماتش ده، لازم نكسبه ان شاء الله، لازم نكسبه. فوق حلوه تشيلو، يلا يا ستيرلينج بقى اعمل حاجه بقى، في يعني بقالك كام ماتش كده مش ظاهر خالص. حلو يا ستيرلينج، يلا حلو قوي يا برو، ده موت حلو، يا موت قوي حلو يا رجاله والله. حلو يا مندي، طلع حلو يا زياش، الله يكولي بالي، خبرات فعلا مهمة مطلوبة في الماتش ده. تحت بقى اسبريكوتا، افتح لي بقى كده، يلا زياش ممكن ممكن زياش، الله ده جون الوداع ده زياش، يعني حقيقي انا مش عايز اقول ان انا ندمان على فاز زياش فعلا، بس اداؤه بصراحه واستمريته في الملعب بالمستوى ده يخليني لا ان انا احس ان انا ندمان فعلا، يعني لو ما عوضتوش بحد احسن منه هندم بجد. حلو قوي يا باول، حلوة مندي، يلا زياش حلوة زياش والله، حلوة يا بروخ الله، ده موت حلو قوي، موت والله. جول حلو قوي، يلا كوكو حلو كوريا، خش كوريا، يلا بروخة حلو قوي يا كوفا، يلا يلا هافرت، فين ستيرلينج، يلا اوبامانج، حلو يا اوبامانج قوي. زياش تعب خلاص،
عاش قوي يا رجاله. 3 نقط مهمين، والاهم من ده كله النفسيه بقت في السماء بعد الفوز ده. ماونت جايب هاتريك النهارده. مان اوف ذا ماتش ماونت بصراحه يستحقها يعني. طيب يا جماعه ده شكل الجدول بعد ما فوزنا على توتنهام. مانشستر يونايتد كسب نوتنجهام، ومانشستر سيتي خسر من ليستر 2-1 في ليستر. نتيجه مفاجاه بصراحه، لكن الدوري ولع تاني لان الفرق رجع 5 نقط بيننا وبينهم تاني. الماتش الجاي قدام ليستر سيتي ماتش صعب قوي. يلا بينا نشوف هيحصل في الماتش ايه. ملعب رخم رخام ملعب مانشستر ليستر سيتي ده، ملعب رخم يعني. المفاجاه بس كويسه ان جيمس على البنج النهارده على الاحتياطي، هو طبعا مش هجازف بيه. الجهاز الطبي قال لي ما بيجازفش بيه في اساسي في الماتش ده، لكن هو موجود على الدكه ممكن ينزل ان شاء الله يعني 10 دقائق ربع ساعه. فدي خطوه كويسه قوي. واسبليكويتا مجهد قوي، هبدا بزكريا. يلا كروخه حلوه زكريا. يا راجل يا راجل حرام عليك، اداله عدله. مين طالع له بقى؟ يلا زكريا يا ماونت، حرام عليك يا ماونت. حلوه بروسيتش قوي، حلوه حلوه قوي يا بروسيتش. ارجع كانتي. اوعى دي بقى، حلوه يا مندي والله يا مندي. يلا زكريا حلوه. حلوه جورجينيو. ضربه جزاء. شوفها كده تاني على ضربه جزاء. حلوه جورجينيو قوي. يلا هافرتز. حلوه هافرتز قوي. شفت لما بتعرق هافرتز ازاي شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ حلوه يا كروخه جول. يا سلام لو تفاجئوني ونخرج كلين شيت الماتش ده كمان، يا سلام. راجع معايا ده. حلوه هتشيلوا والله العظيم، هتشيلوا الراجل، راجل هتشيلوا والله. مانشستر يونايتد بيلعب ليفربول في انفيلد ومتعادل 1-1، وسيتي متعادل 0-0 تقريبا مع بورنموث تقريبا. لا هافرز النهارده بصراحه يعني عايز يثبت نفسه. يلا يا بروخ عدي. طب انا عايز اخلص الماتش كده ان شاء الله باذن الله. يلا هرص الكره دي. لا يا زكريا. تقدر يا مندي. حلوه يا مندي قوي. طلع دي. طلع الله يا كانتي والله. حلوه جورجينيو. عايز انزل شالوبة بس كوليبالي قوي جدا في الدفاع بصراحه بينفعنا. عشان نخرج كلين شيت لازم كل الفريق يلعب ايه على كل باب الواحد زي ما بيقولوا. لا في حرام عليك يا حكم، حرام عليك بجد والله، حرام عليك والله بجد. دي كانت في راسه يا جدعان. حلوه يا هندي والله.
بما ان زكريا خد انذار فكده كده انا محتاج يعني ما عملتش ريسك بيه بصراحه، وفي نفس الوقت جيمس محتاج يلعب ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه مفيش مشكله فيها. يلا هابرز النهارده، انت ماتشك النهارده ده ضربة جزاء، والله العظيم هافرت النهارده ده ماتشك بجد. يلا جورجينيو حلو قوي يا جورجينيو، حلو قوي والله. حلو يا جيمس قوي كده. طلع شرول ولا ده موت ده؟ يا راجل بقى حرام عليكم بقى. يلا رجاله يلا طلع. حلو يا تياجو قوي. يلا بلوسيتش كاونتر اتاك حلو بقى. يلا والله العظيم فيها. يلا خلص يا بلوسيتش. الله الله على الجون ده. حلو يا جيمس قوي، راجل يا جيمس والله. ماشي حلو حلو يا جيمس معلش. الله يا تياجو الله والله العظيم رجاله يا جدعان. حلو قوي يا بوليسيتش. يلا اوبا حلو ابنانج قوي. خلاص الماتش هيخلص ان شاء الله، هيخلص هنا باذن الله. الجماهير بتاعتهم مشيت خلاص من الاستاد اهي. بص الاستاد فاضي ازاي خلاص. عاش قوي يا رجاله، ثلاث نقط مهمين جدا 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 من ملعب ليستر. ده لسه كسبان مانشستر سيتي يعني. طيب ده شكل الجدول بعد ما فوزنا على ليستر. الفرق لسه خمس نقط، واضح ان مانشستر سيتي كسب برينفورد، هو كسب ليفربول اتعادل مع يونايتد 1-1 وده فرق خلى الفرق بيننا وبينهم نقطه. كويس قوي يا جماعه الاداء ده كويس جدا يعني. احنا اقوى خط هجوم 38 جول، يعتبر خط دفاعنا مش احسن حاجه بس مش اوحش حاجه برضو، في فرق اقل مننا كتير. اقوى خط دفاع هو يونايتد 17 جول، بعد كده سيتي، بعد كده ارسنال، بعد كده نيجي احنا في المركز الرابع ومعانا بقى استون فيلا هنلعبهم بعد ماتش نوتنجهام. بفكركم ان احنا هنلعب ماتش نوتنجهام اوف لاين، وهبقول لكم النتيجه بتاعته في الحلقه الجايه، وان شاء الله كمان هتنزل على الانستجرام والفيسبوك، ما تنسوش تتابعونا عليهم. والحلقه اللي بعدها تبقى استون فيلا، وحلقه بقى الانتقالات حلقه تاريخيه باذن الله. هنحاول نجيب لعيب سوبر، هنشوف دلوقتي مجموعه التشامبيونز ليج او قرعه التشامبيونز ليج وصلتنا فين. بنفيكا هيقابل ريال مدريد، ماتش سهل قوي ريال مدريد يعني. لايبزيج ويوفنتوس ماتش متكافئ، تشيلسي وانتر ماتش صعب قوي، ماتش انتر ده هيبقى صعب قوي. نابولي وسيتي ماتش متعودين عليه شفناه كتير قبل كده. برشلونه توتنهام ماتش صعب قوي على توتنهام بالمستوى اللي ظهروا بيه قدامنا، صعب عليهم قوي. سبورتنج لشبونه وميلان ماتش مش عايز اقول سهل لميلان بس اسهل من ماتشنا يعني، يعني هما طلعوا اول في المجموعه. سيفيا وليفركوزن ماتش متكافئ جدا. اتلتيكو وليفربول ماتش صعب طبعا. لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تدوس لايك للفيديو، اشتراك للقناه وشير للفيديو مع اصحابك. اشوفكم على خير، سلام عليكم.